سكريبت ألومنيوم ويندو جنريتور فيرجن 2. ده بيمكننا اننا نعمل شباك بشكل سريع وبالمقاسات اللي احنا عايزينها وانواع مختلفة من الشبابيك. والشباك ده بيبقى خفيف قوي على البرنامج، غير البلوكات بتبقى تقيلة. تعالوا نشوف ازاي. ما تنسوش تشتركوا في القناة ليصلك كل جديد. دلوقتي هنشوف ازاي نضيف السكريبت للبرنامج. ده السكريبت بتاعنا، هسيب لكم رابط تحميله اسفل الفيديو. وده البرنامج بتاع 3D Max. هضغط كليك يمين على برنامج 3D Max واوبن فايل لوكيشن. تمام، هيفتح معايا بالشكل ده وهفتح السكريبت وهدخل جوه السكريبت. تمام، وهاجي هنا على البرنامج بتاع 3D Max، هدخل على سكريبتس وهحدد الثلاثة الأولانيين دول وهسحبهم بالشكل ده وأعمل لهم كوبي. طبعا الكلام ده وأنا طافي برنامج 3D Max. بعدين هشغل برنامج 3D Max وبعدين هنروح لسكريبتنج ران سكريبت. ده المكان اللي احنا ضفنا فيه السكريبت جوه البرنامج. لما ضغطنا كليك يمين على البرنامج ودوسنا على اوبن فايل لوكيشن ونسخنا السكريبت للمكان ده. تمام، فهلاقي كده ادي السكريبت بتاعي الومنيوم ويندو جنريتور. هضغط عليه كليكين بالشكل ده وبعدين هروح من كاستمايز وكاستمايز يوزر انترفيس وبعدين بروح تول بارز وبعدين باجي من هنا بعدين بختار ارشيف تولز. بلاقي على طول عندي الالومنيوم ظهر معايا هنا، الومنيوم ويندو جنريتور. هضغط على نيو وهسميه الاسم اللي انا عايزه، تعالى نسميه ويندو جنريتور. تمام، وهضغط على اوكي. هلاقيه ظهر معايا بالشكل ده، شايفين كده ظهر معايا هنا اهو. تمام اهو، هروح ساحب الومنيوم ويندو جنريتور واسحبه للمكان ده وبكده يكون السكريبت اتضاف عندي. طيب انا ممكن اضيفه كده جوه البرنامج في اي مكان، وليكن مثلا هنا بالشكل ده. عشان اظهره واخفيه من فين، هضغط هنا كليك يمين وهلاقيه هنا اهو ويندو جنريتور. ممكن اخفيه او اظهره من المكان ده. دلوقتي هنشوف ازاي نستخدم السكريبت. اول حاجه تعالوا نظبط اليونت بتاعتنا، وحده القياس. هنروح من كاستمايز يونتس سيت اب، وحاجه هنا انا هختار سنتيمترز. تمام، من هنا ومن هنا برضو هختار سنتيمترز. اوكي اوكي، حاجه شغل السكريبت من هنا، هضغط عليه فيفتح معايا بالشكل ده. اول حاجه هاجي هنا وهختار سنتيمتر عشان انا شغال بالسنتي، لو انت شغال بالملي يبقى بتختار مليمتر. وبعدين هاجي هنا اختار شكل الشباك اللي انا عايزه، في كيز منت وفي عندي اوننج وفي عندي سلايدنج. اختار الاولاني مثلا، ده النوع الاولاني. هلاقي عندي نوع تاني ونوع تالت. طيب عايز مثلا اتعامل مع الشكل ده، تعال نضغط عليه كليك كده وهعمل له كرييت. كرييت فينزل معايا بالشكل ده على طول اهو بالشكل ده. ببدا اتحكم في كل جزء من الشباك من المكان ده. يعني انا عندي فيه هايت فريم اللي هو الجزء اللي فوق ده، الجزء اللي فوق اللي هو هايت فريم. بص كده اهو، ببدا اكبره واصغره زي ما انا عايز اهو، او اكتب القيمه اللي انا عايزها. في عندي بعدين الهايت بانل، الهايت بانل اللي هي الجزئيه دي، شايفين كده اهو الهايت بانل اللي هي الحته دي. في عندي الويتس فريم، شايفين الويتس فريم اهو. في عندي بعدين الهاندل اللي هي المقابض، هاندل ان يبقى المقبض هيبقى من جوه الشباك وهاندل اوت يبقى من بره الشباك. تمام، وبعدين بضغط على كونفيرت. عايز افتح الشباك اعمل ايه؟ هختار اداه التحريك هنا واختار الشباك اللي انا عايزه واعمل على طول روتيت بالشكل ده اهو، روتيت فيفتح معايا بالشكل ده. تمام، وبعدين بضيف ماتيريال على حسب انا شغال كورونا او شغال فيري. ببدا اضيف الماتيريال للشباك. تمام كده، في عندي اشكال تانية، في عندي الاوننج. تمام، ده الشكل بتاعه برضو، ممكن اختار مثلا الشكل ده وكرييت برضو نفس ايه نفس الحاجات بالظبط اللي احنا كنا بنعملها بالشكل ده اهو، نفس ايه الاختيارات بالظبط. طيب في عندي بعدين ايه السلايدنج، نختار الشكل ده وكرييت، هلاقيه برضو بالشكل ده. ده السلايدنج، السلايدنج ده بحركه ازاي؟ ده السلايدنج ده بيفتح ويقفل كده، يعني شايفين كده اهو بيفتح ويقفل كده، فبحركه حركه يعني مش بعمل له روتيت اهو اهو بالشكل ده. وبرضه بتحكم فيه في القيم بتاعته زي ما انا عايز اهو. تمام كده وشكرا.